الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء المعلقين. انتهينا من مرحلة ثنايا أبناء القبائل وانتقلنا إلى مرحلة جديدة من مراحل هذا السباق، مرحلة هنا أيضا أشواط الهجن السودانية على أرضية هذا الميدان. شوطنا الأول الخاص هنا أيضا بالحول والثنايا، أيضا من هجن أصحاب السمو والشوخ ومن يرغب من أبناء القبائل في هذا الانطلاق المميز الجميل على أرضية هذا الميدان. نتابع هذا الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع هنا الأداء المميز الجميل وصدارة هذا الشوط في هذا الأداء المميز. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول والصدارة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي ومقدمة هذا الشوط. وهناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين على الصدارة وعلى المركز الأول. معجب بن محمد بن سعيد باللقب الخيارين من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. ضج في المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة في متابعتها وتضميرها. هنا من تأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث المركز الثالث هنا تأتي في هذه اللحظات توق توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني عبد الهادي بن حمد بن هليل في التضمير المنطلقة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا تأتينا غزوة لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني حمد بن علي بن محمد الغفراني المري في التضمير. وهناك الوصول هنا بهذا الأداء المميز الجميل. هنا وصلت أيضا ذوق ذوق لزيد بن أحمد بن زيد الشريف من ينطلق بهذا الأداء هنا بهذه التحديات الجميلة. هنا أيضا القدوم في هذه اللحظات من العنود العبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري وصل بن عبده مع العنود بأدائها الجميل هنا والمنطلقة على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع تأتينا قرار لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل في التضمير والقادمة السلام والمتسللة في هذه اللحظات. هنا أيضا تأتينا هنا أيضا فزع على بطيب السيف بن دايل الجفالي النعيمي بهذا الانطلاق المميز الجميل. هذه هي الأسماء المنطلقة والمتحدية في هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط. ضج من انتزعت الصدارة، ضجت ضج على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتحدي وعاشق منصات التتويج سالم بن سعيد بن منانة. هنا من يتابعها في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. هنا تأتينا بهذه اللحظات توق توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل في التضمير. وهنا المنطلقة ما في هذه اللحظة عبلة على المركز الثالث، عبلة عبلة هنا لمعجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين تأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع فزاعة 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 بطيب السيف بن دايل الجفالي النعيمي مع فزاعة على المركز الرابع. المركز الخامس تأتي غزوة سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني حمد بن علي بن محمد الغفراني المري في التضمير على المركز
هنا أيضا الخامس وسادس المراكز. الضيفة القادمة هنا أيضا ذوق قادمة من المملكة، زيد بن أحمد بن زيد. هنا الشريف، من يأتينا بهذه اللحظات بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المتميزة؟ الوصول هنا من قرار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل في التضمير، والقادم العنود العنود العبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري المنطلق مع العنود. هنا أيضا على المركز الثامن وفي المركز التاسع اسم جديد يصل هنا أيضا، وصلت مزون لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتمي في تضميرها. وعلى المركز العاشر المنطلقة هناك أيضا في هذه اللحظات الصحراء محمد بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني المري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة المتحدية. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، هو التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. توق من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة. توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، عبد الهادي بن حمد بن هليل في التضمير في هذا الانطلاق المميز الجميل. يا سلام التحديات، ونقترب من الكيلومتر الأخير في هذه اللحظات. هنا أيضا في هذا الأداء المميز الجميل هناك المركز الثاني، ضجة على المركز الثاني. هنا أيضا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رهاب سعيد مكتوم، سالم بن سعيد بن منور في التضمير، وهناك عبلة لمعجب بن محمد بن سعيد بالأجبع الخيارين من تأتي على ثالث المراكز. وفزاعة لبطي بن سيف بن دايل الجفال النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس المنطلقة هنا غزوة لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود الثاني، حمد بن علي بن محمد الغفراني المري في التضمير. وبعود إلى هذا الانطلاق، بعود إلى التحدي، أكتفي بهذا القدر لأن في مجال الكيلو متر الأخير. وهنا الأعلام بانت في هذا الأداء المميز الجميل، ولا زال توق وضجة وتوق في صراع في هذا التحدي الجميل. يا سلام بدأت التحديات، بدأت الإثارة. الله التحدي جميل، التحدي توق وهنا ضجة، توق وضجة، ضجة وتوق. يا سلام الله التحدي الأخير، ضجة وتوق، توق وضجة. لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ ضجة توق وضجة، توق وضجة. الله اللحظات الأخيرة، توق وضجة، ضجة وتوق. ضجة من أعلنة الفوز وناموس التهانينا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهب سعود المكتوم ولسالم بن سعيد بن منانة. المركز الثاني توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. المركز الثالث وصلت هناك أيضا عبلة على المركز الثالث، من أتتنا لمعجب بن محمد بن سعيد بن الأجبع الخيارين. وفي المركز الرابع كان من نصيب غزوة لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني. ووصلت هناك قرار على المركز الخامس، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل. هنا أيضا سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. ونعود إلى التوقيت الزمني، واستطاعت ضجة أن تعلن الفوز، تعلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل هنا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والتهنئة للمتحدي على هذا الأداء المميز، ومن عشق أيضا منصات التتويج سالم بن سعيد بن منانة. وتوقيتها الزمني
تسع دقائق 27 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام ضجة. المركز الثاني كان من نصيب قرار وقدمت عرض تشكر عليه تهاء وتوق، منادت على المركز الثالث على الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني مع عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل. وتوقيت الزمني 9 دقائق. هنا أيضا 9 دقائق 27 ثانية هنا. تسع دقائق 27 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب هناك أيضا من وصلت اللي هي عبلة لمعجب بن محمد بن سعيد بن أجمع الخيارين. تهانينا له والناموس على هذا الأداء المميز الجميل. وتوقيت الزمني 9 دقائق 38 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس وعبد الله.